تحية لجميع المغاربة قاطبة، وكنقول لكم ديما مغرب ومربوحة إن شاء الله، مربوحة وإن شاء الله في الدوحة. خويا أنا كما قلتي طالع لي الدم، علاش ما كيعيطوش علينا هاد الناس؟ ما كيعطيوناش حتى أهمية ونجيو ونعطيو، أنا ما كنطلب والو، يدخلوا لي التيران والباقي عليا أنا. أعطيني 800,000 ديال البشر، مليون ديال البشر، نمتعك. واخا تكون الفرقة ماشي حتى اللي أنا نقعد الفرقة باش نبدا داك الشيء اللي عطاني الله سبحانه وتعالى. ماشي كنفتخر، ولكن هذا كنقول لك أنا هادشي بحال نقول لك واجب عليا نجي نشجع المنتخب، ولكني انا راه القدره ديالي ما عنديش قدرة باش ندخل، وماشي اول خطره دايره، من زمان كضربني الحرقه علاش ما كنشجع المنتخب. وبربي الجليل في هذا الوقت ديال دابا 50,000 متفرج كاينه في دونور، ندخل بهذا المعنى هذه بالدارجه، ندخل نفض ليه الباش الدونور هذا، والله حتى نفض ليه الباش بالله، ولكني دوماج. ان شاء الله الرحمن الرحيم، هذا واحد الميساج كنصيفطو كاع لجميع الناس اللي مسؤولين على المنتخب ولا كشي. بحال اللي كتجيني التفريقه، وحدي المخير ما كيقولش اليا، وكتعطيو اهميه، كتدخلو للتيران وكتصيفطو باسبور وكتعطيو الطياره ديالو خاصه ديالو حتى هو مع عباد الله. ما مستافدينوش منه، ما مستافدينش منه حتى المنتخب، ما مستافدش منه. انا نتحدى اي واحد ندخل دونور دابا تشوف بعينك الباش نفضوا ليه. والحمد لله حتى دابا راه كاينين الناس اللي هاجين المشعل في الفيراج، كاينين الناس ديال الجروبات، تحيه للجروبات كاملين، لا الرجاء ولا الوداد ولا جميع الكابو، جميع الجروبات ديال المغرب. وغادي نقول لكم واحد الحاجه عاوتاني، هذا الشيء اللي غيدخل دابا ان شاء الله يقضي الغرض، ويدفعوا بالفريق المنتخب الوطني ان شاء الله باش يتاهلوا، وما بغيت حتى واحد يخلي من جهده. 90 دقيقة وعباد الله تشجع المنتخب، واجب عليهم يشجعوا المنتخب. وأنا راه كنقول تنتحسر مرة أخرى، ما كيصيفطوش ليا، ماشي كنقول لهم أنا زعما أنا راه واعر ولا، ما كيصيفطوش ليا، ولكني أنا ملي ندخل للتيران غيشوف بعيني هو هذاك المسؤول، ولا أي واحد غيشوف بعيني أش غيطير للتيران. ودابا نتحدى أي واحد دخل دابا لدونور تشوف بعينك، مربوحة إن شاء الله واللقاء في الدوحة.